كلام عن مقدمة التصميم الميكانيكي. وفي الجزء الأولاني احنا اتعرضنا إلى أنواع الأحمال الميكانيكية، وعرفنا أن أنواع الأحمال الميكانيكية أربعة، هما النورمال فورس اللي هي القوة العمودية، ودي قوة بتبقى عمودية على مقطع الجزء بتاعي، والقوة القصية اللي هي الشير فورس اللي بتبقى قوة مماسية للمقطع، والبندنج مومنت. والبندنج مومنت دوت بيبقى عزل انحناء بيلف حوالين اي من المحورين اللي تقاطعهم بيكونوا لي مستوى المقطع بتاع الجزء بتاعي، واخيرا اللي هو التورك او التويستنج مومنت اللي احنا بنسميه عزم الدوران، وده عادة بيلف حوالين المحور بتاع الجزء اللي هو المحور اللي احنا كنا مسمينه زد زد. وعرفنا ان الاثنين منهم اللي هم النورمال فورس والبندنج مومنت بيدوني نورمال ستريس، والاثنين الاخرين اللي هم الشير فورس والتويستنج مومنت بيدوني شير ستريس. وبالتالي لازم في بعض الملاحظات نقولها. اول حاجة ان النورمال ستريس بيؤدي الى زيادة الونجيشن اللي احنا بنسميها لينير سترين في الجزء، وهذا لينير سترين اما بيبقى اكستنشن او كونتراكشن، يعني ممكن يكون اكستنشن يعني زيادة في الابعاد، ممكن يكون كونتراكشن يعني نقص في الابعاد، وده بيتوقف حسب القوة المؤثرة او الاحمال المؤثرة بمعنى اصح. يعني لو النورمال فورس ده ناتج من نورمال فورس، فلو كانت النورمال فورس دي تنشن هتديني اكستنشن، هتديني زياده في الطول، هتديني بوزيتيف لينير سترين. لو كانت القوه اللي عندي النورمال فورس دي كومبريشن فهتعمل لي كونتراكشن، هتعمل لي نقص في الابعاد، هتديني نيجاتيف لينير سترين. بالنسبه للشير ستريس فده بيعمل ديستورشن في الجزء، بيعمل لي ايه ما يسمى بالشير سترين، والشير سترين ده بيبقى عباره عن تشكل في شكل الجزء بتاعي، يعني تغير في الشكل بتاعه. الحاجه اللي بعد كده اللي احنا لازم نبقى عارفينها ان احنا بنهمل تاثير الشير ستريس الناتج من من الشير فورس بالنسبه للباور ترانسميشن يونتس. يعني في الترانسميشن شافتس عاده بيبقى الشير ستريس المتولد عنها من حاجتين، اول حاجه من النورمال من الشير فورس، وتاني حاجه من التويستنج مومنت. نلاحظ او بنلاقي ان الشير ستريس الناتج من التويستنج مومنت بيكون عالي جدا، يعني قيمه الشير ستريس الناتج من الشير فورس بيبقى في حدود ما بيزيدش عن 1%، لما يكتر قوي بيبقى 1%، وبالتالي فقيمته بتبقى قليله. وطالما احنا بنشتغل عاده بالاول ستريس لما بنيجي نصمم، فاحنا بنقدر نهمل الشير ستريس الناتج من الشير فورس في حاله تصميم الترانسميشن يونتس او الشافتس. دي بعض الملاحظات اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منها ونحطها في الاعتبار دايما واحنا بنتكلم. احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على الاحمال اللي هي البيور لودز، اللي هي الاحمال اللي بيكون جزء عندي عليه تويستنج مومنت بس او عليه بندنج مومنت بس او عليه نورمال فورس بس او عليه شير فورس. لو عليه نورمال فورس وبندنج مومنت فالاثنين بيدوني نورمال ستريس، انا ممكن اجمع الاثنين على بعض كل واحد بيشرفه، لان الاثنين بيدوني نفس النوعيه من الاجهادات. يعني بنلاقي ان البندنج مومنت الاجهاد اللي بيدهولي بنلاقيه على المقطع جزء منه موجب وجزء تاني منه سالب، وحين النورمال ستريس ناتج من النورمال فورس بيبقى كله باشاره واحده، يعني كله اما تنشن واما كومبريشن. وبالتالي انا عندي جزء عليه نورمال ستريس ديو تو نورمال فورس ونورمال ستريس ديو تو بندنج مومنت. حسب النقطه اللي انا عايز احسب عندها ممكن اجمع قيم الستريسز النورمال ستريس المتولده على هذا الجزء. اللي اتقال عن النورمال ستريس بيتقال على الشير ستريس، ولكن هنا المشكله بتظهر عندي لما يكون الجزء بتاعي عليه نورمال ستريس وشير ستريس. في هذه الحاله احنا بنستخدم ما بنقدرش نستخدم المعادلات اللي احنا استخدمناها العاديه دي، بنستخدم معادلات اخرى
اللي هي نظريات الانهيار اللي هي Theories of Plastic Failure، ودي هنتعرض لها ايه في مرحلة قادمة. هنتكلم دلوقتي على Sequence of Calculations او خطوات العملية الحسابية اللي انا ببتديها عشان اخلص الجزء الاولاني من التصميم اللي هو عملية الحسابات. عملية الحسابات بتتم في اكتر من خطوة. الخطوة الاولانية احنا بيكون عندنا سيستم معين عايزين نصممه، إليمنت معين، إليمنت دون عليه أحمال. يعني زي ما قلنا هيكون عندي حاجتين من ثلاثة معروفين، ثلاث حاجات اللي هما اتنين منهم لازم يكونوا معروفين، هما إيه؟ اللي هما الدايمنشنز والماتيريال بروبرتي والأحمال. لو أنا عارف اتنين فمن الكالكوليشنز دي بجيب التالت، ويبقى عملية الحسابات التصميمية بتاعتي إيه؟ انتهت، وابتدي أعمل الكونستراكشن بعد كده. طيب ازاي انا اعمل عملية الحسابات دي؟ اول خطوة فيها لازم بيكون عندي external forces. external forces دي اجيب الرياكشنز نبتة عنها. يبقى اول حاجة determination of the reactions at the supports، والsupports دي ممكن تبقى bearing، ممكن تبقى foundation قاعدة. يعني اذا ايه اللي هو الاليمنت الوسيط اللي هينقل لي القوة الخارجية اللي بتتولد عندي الى الارض. يبقى الاساس عندي بيبقى عندي external loads، وبجيب من الاكسترنال لودز دي بجيب منها الايه الرياكشنز. دي الخطوة الاولانية. الخطوة التانية برسم اللود ديستريبيوشن، اللي هم ايه هو اللود ديستريبيوشنز، اللي هو توزيع الاحمال، اللي هو النورمال فورس دياجرام والشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام والتورك دياجرام. وعشان ارسم دول بعمل سوليد سيستم، بحول الجسم بتاعي الى صوره بسيطه عباره عن مجموعه، عن خط مثلا، اذا كان عمود بيبقى خط، والكراسي بمثلها ب مثلثات على اساس عندها دي بحدد ما اذا كان ده فري ولا فري او فيكسد، يعني فلوتينج ولا فيكسد. طبعا لو كان فري فهو اللي هو الرولر يعني، فده بياخد رياكشن واحد، او الثاني بياخد الاثنين رياكشن اللي هو الاكس والواي. فانا تاني حاجه اللي انا اعملها ان انا بعمل ايه، ارسم اللود ديستريبيوشنز. دي الخطوه الثانيه. الخطوه اللي بعد كده ابتدي احدد من اللود ديستريبيوشن دون الكريتيكال سيكشن اللي عندي. احنا اتفقنا ان اي منبر عندي بيكون مجموعة لا نهائية من المقاطع متلاصقة مع بعض. انا عن طريق اللود ديستريبيوشن دي بحدد المقطع الحرج او الكريتيكال سيكشن، اللي هو تعريفه ايه، اللي هو المقطع اللي عنده الاحمال بتبقى اكبر ما يمكن. ودي خطوة لابد ان احنا ايه نوصل لها علشان نعمل منها الخطوه اللي بعد كده، اللي هي ايه، اللي هي بعد ما بحدد الكريتيكال سيكشن بخش على الخطوه الرابعه اللي هو اشوف الكريتيكال سيكشن ده هو انواع الاحمال اللي عليه ايه، والاحمال دي هتديني ستريسز. فبعمل على برسم الكريتيكال سيكشن ده بره واحط عليه الستريس ديستريبيوشن دايجرامز بتاعه الاجهادات اللي موجوده. يعني السيكشن ده ممكن نلاقي عليه نورمال ستريس دي 2 نورمال فورس، او نورمال ستريس دي 2 بيندنج مومنت، او الاثنين مع بعض، او الاثنين او واحد منهم ومعاه شير ستريس دي 2 تويستنج مومنت، او الثلاثه مع بعض، او اي خليط من هذه المجموعه مع بعض. فدي لازم ارسمها علشان منها اوصل للخطوه اللي بعد كده اللي هي احدد ما يسمى بالكريتيكال بوينت. يعني اذا كنا احنا قلنا الكريتيكال سيكشن هو السيكشن اللي بيكون عنده الاحمال اكبر ما يمكن، وده انا باخده بالنسبه للاليمنت ككل، يعني الاليمنت ككل مكون من مجموعه من السيكشنز اللانهائيه، بقدر من هذه المجموعه اللانهائيه من السيكشنز من رسم اللود ديستريبيوشن بتاعي بقدر احدد انهي سيكشن فيهم هو اللي عليه اقصى احمال، وهو ده الكريتيكال. لما بطلع الكريتيكال سيكشن برسم عليه توزيع الاجهادات اللي هو الستريس ديستريبيوشن دايجرامز،
من السيز ديستريبيوشن دايجرامز دي بقدر احدد نقطه على السكشن دوت، النقطه دي بتبقى عليها اقصى اجهادات، وبالتالي النقطه دي بسميها الكريتيكال ايه بوينت. يبقى الكريتيكال بوينت نقطه عليها اقصى اجهادات موجوده على كريتيكال سكشن، وبالتالي هذه النقطه الاحمال اللي عليها اكتر او اعلى من اي، او الاجهادات اللي عليها اكتر من الاجهادات الموجوده على اي نقطه اخرى موجوده على السكشن ككل. وبعد كده السكشن ده هو اللي انا حددت عليه الكريتيكال بوينت، هو ده كريتيكال سكشن اللي هو السكشن اللي عليه اقصى احمال موجوده عندي على السيستم بتاعي. وبالتالي انا بكده لو انا تصميمي بنيته على كريتيكال بوينت دي، النقطه دي يعني هعتبر ان النقطه دي اللي هي عليها اقصى اجهادات على السكشن اللي عليه اقصى احمال، هي دي النقطه اللي هتمثل لي كل النقاط اللي موجوده في كل السكشنز بتاعه الاليمنت كله، يعني جميع النقاط اللي بيتكون منها الايه الاليمنت بتاعي. وبالتالي يبقى التصميم بتاعي هيكون امن لو انا اشتغلت على ايه عليها. من نوعيه الاجهادات اللي هتبقى متولده هقدر استخدم المعادله المناسبه ان انا اعمل بيها العمليه التصميميه. وبالتالي لو كان عندي انا الجزء اللي عندي عليه نورمال ستريس باس ديو تو نورمال فورس او نورمال ستريس ديو تو بيندنج مومنت او الاثنين مع بعض، فدي العمليه سهله، انا ممكن ايه بجمع الاثنين مع بعض واحدد النقطه الكريتيكال واقدر ايه استخدم المعادله بتاعتي. يعني اذا كان عليه بيندنج مومنت بس هيبقى السيجما بتاعتي بتساوي ام بيندنج في الواي على الاي، اذا كان عليه نورمال فورس والنورمال فورس دي ادتني نورمال ستريس فيبقى المعادله بتاعتي السيجما تساوي الاف على الاي. لو كان عندي الاثنين مع بعض والاثنين ليهم نفس الاشاره هتبقى السيجما تساوي الاف على الاي زائد الام في على الاي. دي اذا عمليه ايه سهله وبسيطه. نفس الكلام لو الاليمنت بتاعي عليه شير فقط نتيجه تويستنج مومنت، فالعمليه برضو بسيطه، هستخدم المعادله المعروفه اللي هي التاو بتساوي الام تي في الار على الاي بولر. لكن لو كان عليا النقطه الكريتيكال دي عليها شير ستريس ونورمال ستريس، في هذه الحاله لابد ان انا استخدم نظريات الانهيار او ثيوريز اوف بلاستيك فيلير واستخدم النظريه المناسبه للحاله اللي عندي، وده اللي احنا هنتعرض له في مرحله قادمه ان شاء الله. هنشوف دلوقتي بعض الامثال المحلوله. مثال اولاني سوليد شافت 50 ملم ديامتر، يعني عندي عمود المقطع بتاعه دائري سوليد يعني ما هوش هولو، القطر بتاعه 50 ملم وطوله 450 ملي، مستخدم علشان ينقل لي باور قيمتها 45 حصان عند سرعة 1500 RPM. ونلاحظ هنا حاجة ان انا هنا هو اي إلمنت عندي ينقل لي باور لازم يبقى معروف الباور بتنقل عند سرعة كام، لان الباور مع السرعة الاتنين دول مع بعض الخليط ده هو بيحدد لي قيمة التورك اللي بقى موجود، لان انا عندي المعادلة الاساسية اللي عندنا اللي هي ان الباور بتاعتي بتساوي التورك مضروب في الاوميجا، الاوميجا اللي هي ايه السرعة الزاوية اللي هي 2 باي في ان على 60 حيث ان النمبر اوف ريفولوشنز بير مينيت اللي هو الايه المثل اللي عندنا هنا 1500 ايه لفه، ومديني المودولس اوف ريجيديتي، ومديني المودولس اوف ريجيديتي هنا للجسم بتاعي او للشافت اللي هو 9.95% في 10 اس 4 نيوتن على المتر سكوير. والمطلوب هنا هو حاجتين، عايز اجيب الشير ستريس اللي بيأثر على العمود والديستورشن ديفليكشن بتاع الشافت او الديفورميشن اللي حصل في هذا الشافت. اول حاجه عشان اجيب الشير ستريس انا عندي معادله التويستنج مومنت بتقول لي ايه، بتقول لي ان الباور بتساوي الام تي في الاوميجا، الباور بتساوي الام تي في الاوميجا، وبالتالي يبقى معنى كده ان الام تي اللي هو التويستنج مومنت بتساوي الباور على الاوميجا. الباور اللي عندي كام 45 حصان، يبقى اضربها في 765 دي ثواب التحويل على 2 باي مقسومه على الاوميجا اللي 2 باي ان على 60، 2 باي في الان اللي 1500 على 60 هتديني 219 نيوتن متر. يبقى ده قيمه التويستنج مومنت اللي مأثره لي على العنصر بتاعي. وبالتالي عشان اجيب الشير ستريس انا عارف ان الشير ستريس تاو بتساوي الام تي في الار على الاي بولر. طيب الاي بولر اللي هي كام؟ اللي هي باي في دي اس 4 على 32 زي المعادله المكتوبه من فوق، باي دي اس 4 على 32. يبقى الباي والقطر بتاعي 50، يبقى باي في 50 اس 4 على 32 هتديني 613000
مليمتر أس 4، وأنا عندي الآر هتبقى بكام؟ بنص القطر، وبالتالي القطر عندي طبعا من 50 هيبقى نص القطر بتاعي 25، والام تي انا جبتها قبل كده هون في الخطوه السابقه اللي هي كانت 219 نيوتن متر، يعني 219 الف نيوتن ملي متر. يبقى معنى كده ان التاو بتاعتي من المعادله يطلع 9 نيوتن على الملي متر سكوير. ده اول حاجه، ده الشير ستريس المتولد في الجزء. عشان اجيب الديستورشن ديفليكشن بستخدم المعادله الرئيسيه للشير للتويستنج مومنت، اللي هي بتقول لي ايه المعادله؟ بتقول لي ان ثيتا جي على ال بتساوي ام تي على ار بتساوي التاو على اي بولر، واللي وصفها موجود على الرسمه اللي قدامنا دون، حيث ال هو طول الجزء، الثيتا اللي هي زاويه الديفورميشن على السكشن، والتاو هي شير ستريس، والام تي اللي هو التورك المؤثر، والجي اللي هو مودلس اوف ايه اوفر جي تي. وبالتالي انا ممكن استخدم هذه المعادله في ان انا احسب منها قيمه الديستورشن عايز يحصل، اللي هو اللي هي الزاويه سيتا اللي هو الديستورشن اللي حصل ده، اللي هو الديستورشنال ديفليكشن يعني. طبعا اللي مرسوم كمان قدامي ده توزيع الشير ستريس اللي هينتج على السكشن نتيجه الايه التويستنج مومنت اللي مأثر لي عليه. وبكده يبقى انا عندي من المعادله اللي قدامي دهيا اللي هي سيتا جي على ال يساوي ام تي على ار انا تساوي التاو على اي بولر، انا ممكن اخد سيتا جي على ال تساوي ام تي على ار، وبالتالي تصبح المعادله شكلها بالشكل ده. لما اظبطها الاقي ان السيتا تساوي ام تي في ال على جي في الاي بولر، وبالتالي هتبقى السيتا بتاعتي بتساوي 219000 في ال اللينس بتاع اللي هو 450 ملي في على مقسوم على الجي ل 95.10 أس 4 نيوتن على الملي متر سكوير، وعند الاي بولر ب 613000 وكسر اللي هي 613281 دي الاي بولر. وبالتالي هقدر اعرف اجيب السيتا دي اللي هي ايه 0.0016 راديان. ده بالتقدير الدائري، المعادله بتديني سيتا اللي هو توشنال ديفليكشن بالتقدير الدائري، احولها للتقدير الستين اضرب في 360 على 2 باي هتدي لي 0.09 ديجري، يعني 9% من الدرجه. وبكده يبقى انا قدرت اوصل للمطلوب عندي في هذه المساله. المساله دي مجرد مساله تمرينيه عشان اقدر اتعود ازاي انا بتعامل مع المعادلات التصميميه. المثال الثاني اللي قدامنا عبارة عن عمود وعليه طارة وترس. يعني نقرأ المسألة بتقول ايه؟ البولي اوف ديامتر 750 ملم، يعني عندي طارة محطوط عليها سير قطرها 750 ملم، دي اللي هي على الشمال، and a gear of 280 ملم diameter are mounted on a steel shaft. واللي على اليمين الاحمر ده اللي على اليمين ده اللي هو ترس قطره 280 ملم. The belt bolts on the pulley with 1670 و 1330 نيوتن على زاوية 45 درجة. يعني ايه؟ يعني الشد اللي موجود في السير اللي موجود على الطنبورة 1670 من ناحية و 1330 من ناحية تانية. ودايما في السيور زي ما هنشوف في تصميم السيور بنلاقي ان الشد التنشن في السير اللي محطوط على طاره هو بيلف ما بنلاقوش متساوي، بنلاقي شد صغير وتاني كبير. الفرق بينهم هو ده اللي بيديني الدوران، يعني الفرق بينهم ده في نص القطر يديني التورك اللي هو بيلفف لي الطاره دي، او اللي الطاره دي اذا كانت الطاره دي دريفن يعني منقاده يعني بتجيلها الحركه فهو ده التورك اللي بيدورها، واذا كانت هي اللي بتدور حاجه تانية فبيبقى قيمة القدرة اللي طالع او التورك اللي طالع منها هو عبارة عن فرق التنشن ال 1670 ناقص 1330 مضروب في ايه؟ في نص قطر الطارة. العمود ده بالشكل ده لما نبص له كده نلاقي ايه؟ العمود دي طرفين A و B، الطارة اللي عليها السير على بعد 375 ملم من الحرف A، والطارة الثانية والترس
على بعد 500 ملم من الحرف بي، وبين الاثنين في مسافة 375 ملم. نلاحظ ان عمود بالشكل ده معناه ايه؟ معناه ان الطارة دي لو كانت هي القائد، يعني لو كانت هي اللي بتجيب الحركة للعمود اي بي، يعني معنى يعني ايه؟ يعني الطارة دي عليها سير، والسير ده ممكن يكون على طنبورة تانية، والطنبورة التانية دي على موتور، فالموتور يحرك الطنبورة اللي عليه فتحرك السير، فتحرك لي الطنبورة اللي قدامنا دي اللي هي البولي اللي قدامنا ده اللي هو قطره 750 ملم، فيحرك لي العمود ده هو. ليه؟ لان الطنبورة دي بتبقى معمولة بخابور كي على العمود، يعني مع العمود حتة واحدة عن طريق الخابور، يعني بتتحرك مع العمود كقطعة واحدة. اذا في هنا خابور بين الطارة وبين العمود، فالعمود اول ما الطارة دي جاء الحركة من الطارة الاخرى اللي مرتبطة معها عن طريق السير، فتبتدي تتحرك، فتحرك معها العمود. العمود ده هيتحرك بسرعة معينة وبترك معينة تنقل الطارة دي عشان يروح للترس اللي هو ايه اللي قطره 280 ملم، اللي هو 280 ملي متر، اللي هو اللي على ايه على ايدنا اليمين ده هو. اذا المسافة بين الطنبورة والطارة هي دي المسافة اللي القدرة بتتنقل فيها. بمعنى ان حرف العمود من عند ايه لغاية الطنبورة، او من بي لغاية الترس، اللي هما جزئين العمود اللي من بره على الاحرف دول، دول ما لهمش تورك. التورك بيطلع من الطنبورة يوصل للسير للترس، والترس بيروح واخد ايه هذه القدرة. وعشان كده نلاحظ ان لو كانت مثلا الطنبوره بتلف في الاتجاه في اتجاه معين، مثلا وليكن اتجاه عقرب الساعه، هنلاقي الترس بيلف في اتجاه عكسي عشان يبقى مقاوم ليها. ما ينفعش الاثنين يلفوا مع بعض، لازم يبقوا الاثنين ايه عكس بعض. ودي من الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، ان بنلاحظ ان السيرين الترس والطنبوره التورك اللي فيهم لازم يبقى اللي مقصر عليهم عكس بعض، لان لو لان ايه لان بين الاثنين هتلاقي العمود ده عايز يعني بيقاوم لي هيحصل فيه. اللي ده مش هيحصل الا اذا كان تورك بيأثر في طرف منه. احنا بنتكلم دلوقتي على التلت الوسطاني من العمود، جزء طرف من التلت ده ليه طرفين، الطرف اللي هو ناحيه الطنبوره عليه تورك معين، لازم اللي على السير هياخد هذا التورك فلازم يقاوم في اتجاه عكسي. عشان كده نلاحظ لو اتجاه السير 1670 ده لفوق، وال1330 هو الشد اللي في السير الثاني شد من تحت، وعلى زي 45 معناها ان الطرف بتاعتي هتلف في اتجاه السهم اللي موجود عليها، وبالتالي فنلاقي السير الترس لازم هيلف في الاتجاه العكسي زي الايه الواضح قدامنا، وبالتالي هتنشأ لي القوه 900 نيوتن دي هتبقى في الاتجاه لفوق كده. عشان ايه؟ دي اللي هو رد الفعل، لان الترس ده هيكون متعشر مع ترس تاني، فدي القوه اللي احنا بنسميها الجير فورس، دي اللي منقوله بين الترسين اللي بتنقل الباور. فرد الفعل هيبقى على الترس ده لاعلى زي ما واضح قدامنا كده، قيمته 900 نيوتن. لما نبص المساله نلاقي في معلومات تانية مديها لنا، يعني مثلا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان القوه بتاعه الترس 900، ان الالاوبل شير ستريس والتنسايل ستريس، يعني مديني الالاوبل ستريس في الشير وفي التنسايل بقيم 57 و71 على 30. طبعا ده دايما الشير ستريس بيبقى اقل من السيجما الاوبل تنسايل ستريس، وعايزين نحسب لهذا العمود قطره. يبقى اذا دي هي المساله ايه اللي عندي، اللي مطلوب حساب قطر العمود. عشان اعمل حساب قطر العمود لازم اطبق السيكونس اوف كالكوليشن اللي احنا عملناها قبل كده، واللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي بتتكون من ايه؟ من كذا خطوه. ان انا اول حاجه هجيب ردود الافعال، ايه القوه اللي عندي؟ القوه الشد والشد اللي موجود على الطاره، وقوه الترس اللي هي 900، دي هي القوة الخارجية اللي مأثرة عندي على العمود، وعندي التثبيت على البيرينجز A و B، وبالتالي طبعا البيرينج A والبيرينج B الواحد منهم لازم يبقى فلوتنج، يعني ياخد رياكشن واحد، والتاني ياخد ايه تو رياكشنز لو كان ايه في عندي قوة في الاتجاه X اللي هو في اتجاه الـ X بتاع العمود.
فاذا انا في الاول لازم اجيب الرياكشن، وبعد كده بعد ما اجيب الرياكشن ارسم اللود ديستريبيوشن اللي هو اللود ديستريبيوشن اللي هو ايه اللي هو الشير فورس دياجرام والنورمال فورس دياجرام والتورك دياجرام، و منهم احدد الكريتيكال سيكشن اللي احنا زي ما عرفناه اللي هو السيكشن اللي هو عليه اقصى احمال، ومن الكريتيكال سيكشن دون ابتدي ارسم عليه الشير الستريس ديستريبيوشن، واحدد النقطة الكريتيكال اللي عليه، والنقطة دي من الإجهادات اللي عليها ابتدي اصمم هذا العمود. الخطوات دي اللي احنا هنعملها ايه دلوقتي مع بعض. اول حاجة في سبيل الحل ان انا لازم في الاول اشوف الشد اللي في السير دهون. الشد في السير دهون هما قوتين، واحدة كانت قيمتها 1330 والتانية 1670، والاتنين ميلين بزاوية 45 درجة، يعني ما هماش افقيين ولا رأسيين، لأ بزاوية ميلة. يعني معنى كده طبقا للرسم اللي هو قدامنا ده دلوقتي، معناه ان الشدين دول بيربطوا الطارة اللي على العمود AB ده هو بطارة اخرى. الطارة الاخرى دي الاكس بتاعها اعلى شوية في الليفل بتاعه، اعلى من العمود اي بي على ايه الماتور، او اذا كان عمود تاني في ايه مستوى اعلى شويه. فالقوه دي قوه مايله، لازم نعمل لها عمليه نحللها الى مركبتين، مركبه اسمها اف في اللي هو الفيرتيكال تنشن كومبوننت، واتش واف اتش اللي هو الهوريزونتال تنشن كومبوننت. يعني مركبه في ومركبه ايه هوريزونتال ومركبه ايه فيرتيكال. طبعا اي واحده من دول هي عباره عن مجموع. لو نلاحظ ان ايه كما لو ان انا متخيل كده دلوقتي في طاره على العمود دهون وعليها حبل، وانا بشد الحبل من الطرفين بتوعه، فالعمود هيبقى متاثر بمجموع قوتي الشد اللي هم 1670 زائد 1330، وطبعا هعمل لهم عمليه التحليل بتاعهم، فيبقى ساين 45 هيديني، وطبعا الفيرتيكال كومبوننت والهوريزونتال كومبوننت متساويين هيطلع 2120 نيوتن. دي القوه اللي ناتجة في البلين اكس، والقوة اللي ناتجة في البلين واي من الشد اللي في الطنبورة وجاي تأثيرها على ايه على العمود. وبعد كده نحاول نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا الخطوة اللي بعد كده ان احنا نبتدي نجيب ردود الافعال. اللي قدامنا دلوقتي ده تمثيل للعمود اي بي، طبعا همثله في الاتجاه الفيرتيكال، لان عندنا القوه عندي في اتجاهين متعامدين لما انا حللتهم. في الاتجاه الفيرتيكال هلاقي عندي القوتين اللي هو 2120 و900. ال 2120 دي المركبه الفيرتيكال بتاعه الطنبوره، وال900 دي بتاعه الايه الترس، القوه اللي جايه ايه من الترس. وهلاقي ان هيتولد لي هنا هو عند الاي رياكشن اسمه ار اي، وعند البي رياكشن اسمه ار بي. لكن هنا نلاحظ حاجه، لاحظ ان هو التمثيل بتاع الاي والتمثيل بتاع البي البيرنجز هنا مختلف. لاحظ ان الاي ده رولر في حين البي فيكسد، وبالتالي هنبص نلاقي عند الاي ده ياخد الار اي بس، لكن عند البي ممكن ياخد الار بي وياخد كمان رياكشن تاني في الاتجاه الافقي، ولكن احنا هنا ما عندناش قوه افقيه، فعشان كده قيمه الرياكشن ده بايه بصفر. لكن لازم ناخد بالنا ان ايه ان السبورت اللي عند بي غير السبورت اللي ايه عند ايه، وده بيفرق في عمليه التثبيت. يعني حاطين هو كلاس رومان بيلي، هنلاقي ان تثبيت الرومان البيلي عند الايه غير عند البي طبقا للشكل اللي احنا ايه عاملينه دوت. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نبتدي نعمل اكوليبريم او اتزان للشكل دوت. وفي الاتزان احنا بنستخدم قوانين الاتزان اللي احنا المعروفه اللي هي ثلاث قوانين اساسيين، ان هو مجموع القوه في الاتجاه اكس بيساوي صفر، مجموع القوه في الاتجاه واي بيساوي صفر، مجموع العزوم حوالين اي نقطه بيساوي صفر. يعمل الاكوليبريم هنا لو خدنا العزوم حوالين النقطه بي، فهيطلع لي ان الار اي في الذراع بتاعها اللي هو 375 و375 و500 ده هيلف في اتجاه عقرب الساعه، هيقابله في اتجاه ضد عقرب الساعة من الناحية التانية اللي هما كام القوة 900 مضروبة في الذراع بتاعها 500 زائد القوة 2120 مضروبة في الذراع بتاعها اللي هو 500 زائد 375 اللي هي المسافة بين القوة 2120 لغاية الايه الساعة
السبورت بي، ومن دهيا هنقدر نصل الى ان قيمة الار اي هي 1844 نيوتن. يبقى الار اي 1440 نيوتن، طالما طلعت موجبة معناها الاتجاه اللي انا كنت فرضه ده ايه، اتجاه مظبوط. هنكرر نفس الكلام وناخد العزوم حوالين ايه، حوالين النقطة ايه، هيبقى الرياكشن بتاع الار بي مضروب في الذراع بتاعه اللي هو 375 و 375 و500، وده يبقى في اتجاه ضد عقارب الساعة، معاه في اتجاه وفي اتجاه عقارب الساعة حطناها في الناحية التانية عشان يبقى موجب بعد علامة اليساوي، يبقى 900 في 375 زائد 375 وال 2120 في 375. ولما نعمل الحسبة ده هي هنلاقي ان الار بي هتطلع 1176، 1176 دي قيمة الار بي، وبرضه طلعت موجبة معناها الاتجاه اللي انا كنت فرضه ايه مظبوط. وبالتالي انا دلوقتي عرفت الار اي والار بي، هنا كده مش كفاية، لازم اعمل عملية ايه، تشيك اب. عملية التشيك اب بعملها ازاي؟ ان انا اجيب سيجما الفورسز في الاتجاه الرأسي اللي هو في اتجاه واي دهون ويساويه بصفر، فمعناها ان الار اي زائد الار بي هتساوي 1844 زائد 1176 اللي هم طالعين لفوق اللي هم قيمة التو رياكشنز، وقيمة القوة اللي نازلة من تحت القوة الخارجية اللي هي 2120 زائد 900، والاقي ان مجموعهم مظبوط 3020. معنى كده الفيرتيكال رياكشن مظبوطين وحساباتي ايه مظبوطة. عملية التشيك اب دي بعض الناس بتستكسل تكسل تعملها ويكتفي بانه خد العزوم او جاب القوة وانتهت الموضوع على كده، لكن طبعا دي ايه مش مظبوط، لازم الواحد يعمل التشيك اب عشان يتأكد ان حساباته كانت مظبوطة وانه ما غلطش في اتجاهات او ما غلطش في اشارات او ما غلطش في عملية ضرب. لكن دي من العمليات المهمة والمهمة جدا كمان. هكرر الكلام اللي اتعمل بالنسبة للرياكشنز اللي كانت في vertical direction للاتجاه التاني horizontal direction. طبعا horizontal direction ما فيش عندي غير مركبة واحدة بتاعة السير او اللي هم موجودين على اللي هي القوه الموجوده على الطنبوره يعني اللي هي 2120، بينما الترس هنا ما لهوش اي ايه قوه لان القوه بتاعه الترس كانت جايه ايه راسيه لاعلى. القوه 2120 دي هتبقى على مسافه من الاي 375 وعلى مسافه من البي 875 زي ما احنا واضح قدامنا، وهلاقي ان الكرسي ده هيبقى عليه اتنين كرسي A وكرسي B عليهم two reactions HA و HB اللي هم في الاتجاه horizontal. هنجيبهم ازاي؟ هنجيبهم برضو باخذ العزوم زي ما عملنا في الحالة السابقة. يعني لو خدنا العزوم حول النقطة B هلاقي ان ال HA مضروبة فيه المسافة او اللي هو طول الذراع بتاعها اللي هو طول العمود كله اللي هم 375 زائد 375 زائد 500 هتساوي 2120 في 375 زائد 500، ومن دي هقدر اجيب قيمة الـ HA اللي هتطلع قيمتها 1484. بنفس الاسلوب هكمل علشان اخد العزوم مرة ثانية عند الـ A، فهلاقي ان الـ HB في طول الذراع بتاعها اللي هو نفس طول الذراع بتاع الـ HA برضو، الـ HB ليها نفس طول الذراع اللي هو 375 و 375 و 500، دي هتساوي 1120 مضروبة في كام؟ في 375، لأن أنا باخد العزوم حوالين النقطة A، وال 1120 تبع 375 مسافة 375 ملي فقط من الكرسي A، وبالتالي أنا من بالطريقة دي ممكن أحل المعادلة اللي قدامي دي ويطلع ال HB وهيطلع قيمتها 636 نيوتن. برضو استكمالا لهذا الكلام لازم أعمل تشيك أب علشان اشوف القيم اللي عندي، والتشيك اب عن طريق سيجما فورسز في الاتجاه الهوريزونتال بتساوي صفر، فهتديني ان مجموع القوة هم 1120 اللي هي نفس القوة السابقة اللي احنا جبناها، وبالتالي يبقى انا شغلي ايه مظبوط. وبكده يبقى انا حققت الخطوة الاولى وهي الخطوة الخاصة بحساب الرياكشنز المتولدة على الجزء بتاعي نتيجة الاكسترنال فورسز المؤثرة على العمود. هنبتدي دلوقتي نعمل الخطوة الثانية وهي رسم اللود ديستريبيوشن دايجرامز او اللود دايجرامز. وطبعا هنا عندنا العمود بتاعنا محمل في الاتجاهين، في الاتجاه الفيرتيكال وفي الاتجاه الهوريزونتال.
في الاتجاه الفيرتيكال عند نقطة سي في الـ 2120 وعند نقطة دي اللي هي 900، النقطة دي اللي هي بتمثل لي الجير والنقطة سي اللي بتمثل لي البوي. على الهوريزونتال مفيش، بس اللي هي عند نقطة واحدة اللي هي تمثل اللي هي النقطة سي برضو تعتبر نفس النقطة سي وعندها الـ 2120. هلاحظ حاجة، هلاحظ ان يعني ما عنديش هنا قوة اكسيال او قوة نورمال يعني بمعنى صح، وبالتالي مش هقدر ارسم النورمال فورس دياجرام لان كله بيساوي صفر. لكن نتيجة القوة دي والرياكشنز دي هيبقى في عندي شير فورس دياجرام وفي عندي بيندنج مومنت دياجرام بالاضافة للتورك دياجرام الناشئ نتيجة الايه الدوران التورك اللي بيجي من الطنبورة ويوصل للترس، او العكس اللي بيجي من الترس يوصل للطنبورة حسب ايه حالة الاستخدام اللي انا ايه هستخدمها، لكن هو عادة هتلاقيه جاي من الطنبورة ورايح للايه للترس. يبقى اذا اول حاجة هروح جاي هشتغل بالنسبة للفيرتيكال، هرسم الخطوط اللي بتمثل لي الخطوط البيضاء دي بتاعت الشير فورس دياجرام والبيندنج مومنت دياجرام والتورك دياجرام، دي اللي بتحدد لي العمود بتاعي وعشان ارسم بقى الديستريبيوشن اللي عليه بالنسبه لكل حاجه. وهبتدي بالشير فورس دياجرام. لو ابتديت بالنسبه للفيرتيكال من على الشمال هلاقي عندي عند النقطه ايه في 1844، فاروح طالع من عند الايه بمسافه 1844 وهمشي افقي لغاية النقطة سي وانزل. هنزل قد ايه؟ هنزل مسافة اللي هي 2120، في منهم 1844 هتبقى لي 276 هنزل تحت الخط، وبالتالي هلاقي ان الجزء من الـ A للـ C عليه شير موجب مقدار 1844، ومن السي للـ D عليه شير سالب 276 لحد دلوقتي. اكمل بعد كده الرسم بتاعي، فهبص الاقي عند نقطة الـ D هلاقي فيه قوة كمان 900 الأسفل، فهتضاف على 276 هتديني 1176، وهتفضل ماشية أفقية لغاية لما توصل عند النقطة B هلاقي الرياكشن اللي هو اللي هو الـ RB اللي هو 1176، فهيطلع لفوق وهيتقفل بصفر، يبقى كده أنا رسمت الشير فورس دايجرام. هكمل دلوقتي وارسم البندنج مومنت دايجرام. فأول حاجة هبتدي برضو من الشمال، فلاقي عند النقطة سي في عندي عزم هو عبارة عن قيمة الـ 1844 رد الفعل 1844 مضروب في 375 هيديني 616 وجنبيها 3 اصفار، بس انا هشتغل هنا بالنيوتن متر فعشان كده قسمت على 1000، يهديني كام 619. وبعد كده هجيب العزوم عند النقطة برضو من ناحية الشمال، شغال من ناحية الشمال عند النقطة دي فحلقيتها توصل لي 588، يبقى هوصل الخط ما بين 619 ونقطة عند الدي مقدارة 588، وهكمل شغلي. فهروح ايه اخد العزوم عند البي لازم هتطلع بصفر، وإلا هيبقى مفيش اتزان، هيوصل لي ده شكل الايه البندنج مومنت دياجرام وده موجب. كلمة موجب ده معناها ايه؟ معناها ان العمود اي بي ده هو نتيجة الاحمال اللي عليه هلاقيه عايز يقوس لتحت، بمعنى ان السطح الفوقاني بتاعه هيبقى في حاله الضغط والسطح التحتاني بتاع العمود هيبقى في حاله ايه تنشن. دي برضو ايه لازم ناخد بالنا منها. نيجي بعد كده نرسم التورك دياجرام. عشان ارسم التورك دياجرام، التورك دياجرام هجيب قيمته ازاي؟ انا عارف انه طالع التورك هيطلع من السي يوصل للدي، قيمته عباره عن فرق التنشن اللي موجود في 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 في, 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 في السير في طرفي السير، وفرق التنشن ده اضربه في نص القطر هيديني 127.5 نيوتن متر، وبالتالي كده يبقى انا ايه رسمت الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام والتورك دياجرام في الاتجاه الفيرتيكال. الاحظ حاجه ان الاتجاه الفيرتيكال الشير فورس دياجرام ليه والبندنج مومنت دياجرام ده اوكي، لكن التورك دياجرام ده مش في الاتجاه الفيرتيكال، ده الاتجاه الفيرتيكال والهوريزونتال، لان في تورك دياجرام واحد، لان انا عندي التورك بيلف حوالين المحور زد، لكن المومنت ده هو الاولان اللي انا برسمه ده ده بيلف حوالين مثلا اكس اكس، والتاني بتاع الهوريزونتال بيلف حوالين واي واي. وعشان كده لما العمود بتاعي بيكون محمل في اتجاهين هلاقي ان ليه بندنج مومنت دياجرام في اتجاه اكس وبندنج مومنت دياجرام في اتجاه واي، او في بين اكس وبين واي، او في بين الفيرتيكال وبين الهوريزونتال، لكن التورك دياجرام هيبقى ليه تورك دياجرام واحد. نفس الكلام الشير مرتبط ببندنج مومنت، يبقى ليه اتنين شير زي ما هنشوف دلوقتي، يعني الهوريزونتال هيلاقي ليه شير تاني فورس دياجرام وليه بندنج مومنت دياجرام تاني، لكن التورك دياجرام هو واحد بس اللي عندنا. نفس الشغل اللي عملته
في الفيرتيكال هكرره بالنسبه للهوريزونتال، فهرسم الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام، وادي رسمت الخطين الاول اللي هم يمثلوا لي العمود بتاعي. هبتدي اول حاجه بالنسبه للشير فورس دياجرام، وابتدي برده من الشمال لليمين، فهطلع برده من عند نقطه الايه مسافه مقدارها 1484 نيوتن، وهمشي افقي لغايه لما اوصل عند النقطه اللي هي تمثل برده نقطه سي. وعند النقطه سي لازم هنزل مسافه قد ايه؟ هنزل مسافه 2120، فهيتبقى لي من تحت 636، هتمشي ال 636 الافقي لغايه لما هتوصل للنهايه عند النقطه بي، وبالتالي يبقى كده ايه؟ هلاقي عند النقطه بي ال 636 هطلع بيها لفوق، فهتقفل لي عند الصفر، يبقى اذا انا شغلي ايه مظبوط. نلاحظ حاجه، لو ما قفلتش على الصفر معناه ان انا شغلي فيه غلط، معناه ان شغلي فيه غلط. بالنسبه للسيمبل بيم البندنج مومنت كمان لازم يقفل عند صفر عند الايه وعند البي، يعني عند السبورت عند الاطراف لازم ايه يقفل عند الصفر، سواء الشير فورس او البندنج مومنت دياجرام. بالنسبه للبندنج مومنت دياجرام بقى في الهوريزونتال، هبتدي برده من ناحيه الشمال، هبص الاقي من ناحيه الشمال هلاقي ايه؟ هلاقي عندي القوه 1484 في 375 هتديني 556.5، طبعا دي مقسومه على 1000 عشان اساس الوحدات بتاعتي اللي انا شغال بيها دلوقتي بالنسبه للبندنج مومنت دياجرام هي نيوتن متر، وهاخد العزومه عند البي هتديني بصفر، وبكده يبقى انا حققت الخطوه الثانيه ورسمت اللود ديستريبيوشنز اللي انا هستخدمها علشان احدد منها المفروض الكريتيكال ايه سيكشن. بنظره فاحصه شويه للود دياجرامز دي نبص نلاقي ايه. نمسك اول حاجه الشير فورس دياجرام، هلاقي ان السكشن A في اتجاه الفيرتيكال عنده 1844، والسكشن وفي الهوريزونتال عنده 1484. في المومنت عنده صفر في الفيرتيكال وصفر في الهوريزونتال. السكشن C هلاقي عنده في الشير عنده 2120 اللي هي 1844 زائد 276، وبرده في الهوريزونتال برده في 2120، وفي المومنت بقى في عندي في الاتجاه الفيرتيكال في 619 نيوتن متر، وفي الهوريزونتال في 556.5 نيوتن متر. اولا نرجع للقاعده بتاعتنا، ده عمود، فاحنا بنهمل تاثير الشير فورس دياجرام، فالرسمه بتاعت الشير فورس دياجرام اللي احنا رسمناها دي احنا بس رسمناها عشان نبقى احنا مستوضحين وعشان نتمرن ازاي نرسمها عشان لو احتاجناها، لكن احنا هنا دلوقتي مش هنحتاج الشير فورس دياجرام خالص، احنا هنشتغل على البندنج مومنت دياجرام وعلى التورك دياجرام. وبالتالي لما هبص الاقي ايه؟ الاقي ان السكشن سي يبقى انا المفروض اقارن بين السكشن سي والسكشن دي بالنسبه للبندنج مومنت دياجرام، لان السكشن سي عنده في الاتجاه الفيرتيكال 619 وفي الهوريزونتال 656، بينما عند السكشن دي هلاقي عنده في الفيرتيكال 588، وفي الهوريزونتال هلاقي قيمه هي اقل من 556، احتمال تبقى في حدود 200 300. اجيبها ازاي؟ اجيبها من المثلث، من المثلث اللي هو بتاع البندنج مومنت دياجرام بتاع الهوريزونتال، المثلث اللي على اليمين الكبير ده اللي هو الرأس بتاعته 656 والقاعدة بتاعته اللي هي ايه 875، هلاقي ايه ان الكوردينيت اللي عند الهوريزونتال ده عند النقطة دي هلاقي قيمة صغيرة، وبالتالي هقدر اوصل من كده ايه الى كونكلوجن ان النقطة سي عليها بندنج مومنت اعلى. لو بصينا للتورك دياجرام هلاقي ان النقطة سي والنقطة دي عليهم نفس التورك دياجرام، اذا هنا هو البندنج مومنت دياجرام في الحاله دي هو اللي هيحدد لي انهي سكشن هو الكريتيكال. واضح من هنا ان هو سكشن سي هو الكريتيكال، لانه عليه 619 و 656.5 بندنج مومنت في الفيرتيكال والهوريزونتال، وفي نفس الوقت عليه 127.5 ايه نيوتن متر التورك، في حين ان السكشن دي عليه قيم اقل مومنت مع نفس قيمه التورك، يبقى اذا السكشن سي هو ده السكشن ايه الكريتيكال اللي عندي. وبالتالي انا كده دلوقتي حددت ايه الكريتيكال سيكشن، والاحظ بقى ايه ان هو زي ما هو باين قدامي ان السيكشن عند سي سيكشن ات سي اذ ذا كريتيكال 1 او كريتيكال سيكشن يعني. وبعد كده الاحمال اللي عليه هي شير فورس كيو 184
1484 و كيو واي 1844، ودي طبعا نجلكتد فاليوز لان احنا ايه ما بتدخلهاش في الاعتبار. وعليها كمان تاني حاجة عليها بندنج مومنت ديجرام 556 ونص نيوتن متر، وفي الاتجاه اكس وفي الاتجاه واي 619، وعليها كمان تورك تورك 127 ونص. معنى كده ان انا قدرت احدد ايه الكريتيكال سيكشن بالطريقة دي، وعرفت كمان الاحمال اللي موجودة عليه. في الجزء اللي فات احنا طبقنا القواعد بتاع السيكونس بتاع الكالكوليشن، وصلنا الى ان الاليمنت اللي عندنا اللي على الجزء بتاعي اللي هو الكريتيكال اليمنت بتاعي كان عليه بندنج مومنت وتورك. المفروض لما نيجي نصممه دلوقتي زي ما قلنا قبل كده هنصممه على نظريه من نظريات الفيلر المعروفه، اللي هما في اكتر من نظريه، نظريه الماكسيمم شير، ماكسيمم برينسيبال ستريس ثيوري، الدستورشن ثيوري، ماكسيمم سترين ثيوري، وهكذا اللي بندرسها في تحليل الاعدادات. ولكن احنا هنا دلوقتي هنتعرض لكيفيه استخدام بس التحليل، فهنعمل الديزاين بتاعنا بيزد على حاجتين، كما لو انه عليه بندنج مومنت بس نشوف هنتصرف معاه ازاي، يعني اكسل يعني معهوش تورك، او عليه شير ستريس نتيجه التورك بس، يعني كل واحده لوحديها، كما لو انه عليه شفط عليه ايه سنجل لودنج يعني. فنشوف اول حاجه لو بيزد اون بندنج مومنت، هنلاقي ان احنا عندنا ام اكس بتساوي 556 ونص نيوتن متر، والام واي بتساوي 619 نيوتن متر. معنى كده هو ان انا ممكن الام اكس والام واي دول عند نفس السكشن وعلى زاويه 90 درجه، ممكن اجمعهم تحت الجذر واجيب السين ماكسيمم بتاعتهم اللي هي تساوي الجذر التربيع لسين اكس ام اكس تربيع زائد ام واي تربيع، وهتدي لي الام بندنج بتاعي ب 832 نيوتن متر. احنا في الداتا اللي هو مداني في المساله مدين ان السيجما الاول بتاعتي، السيجما الاول في التنشن 71 نيوتن على المليمتر سكوير، يبقى المعادله اللي انا هستخدمها اللي هي سيجما بندنج تساوي ام بندنج في واي على اي اكس، وبالتالي عندي الاي اكس هعوض عليها ب باي دي اس 4 على 64، والواي بدي على 2. طبعا دي مش معروفه عندي، يبقى اذا انا معنى كده ان انا ممكن اطلع السيجما بندنج لما احطها تساوي سيجما اللوب اللي هي 71، لان بعمل عمليه تصميم دلوقتي، فهحط السيجما بندنج اللي هي نفس اللي هي السيجما الاول، وهحط الواي بالدي على 2، والاي بالباي دي اكس دي اس 4 على 64، والام بندنج اكس اللي هي هتبقى في الحاله بتاعتي اللي هي السيجما بندنج اللي هي ام بندنج اللي هي 832 نيوتن متر، وهعوض زي ما هو واضح قدامي، هيطلع لي ان الديامتر بتاعي هيطلع بيساوي 50 مليمتر. التصميم ده هو على اساس ان هو دلوقتي عليه بندنج مومنت فقط. دلوقتي هنكرر اللي احنا عملناه بس على اساس ان الحمل اللي عندي هو تويستنج مومنت. فانا عندي الاليمنت اللي عندي اللي هو الكريتيكال اليمنت كان عليه 127.5 نيوتن متر، وبالتالي انا هصمم على اساس دلوقتي الشير انه عليه شير ستريس. من الداتا اللي هو مديها لي في المساله ان التاو اللوبل 57 نيوتن على المليمتر سكوير، وبالتالي فانا هستخدم معادله تاو يساوي ام تي في ار على اي بولر، الاي بولر اللي هي باي في دي اس 4 على 32، والام تي اللي هي 127.5 نيوتن متر، والار هنا بدي على 2 لان انا باخد الار ماكسيمم اللي هي عشان تديني التاو ماكسيمم اللي هي على السطح الخارجي للشافت بتاعي اللي هي عند ار تساوي دي على 2. لما اطبق في هذه المعادله هيطلع لي ان الديامتر بتاعي يطلع ب 23 ملم. وبكده يبقى احنا عملنا تدريب على ازاي انا ممكن اجيب الحساب احسب الشافت بتاعي طبقا للتويستنج مومنت او للبندنج مومنت. وطبعا اللي احنا قلناه ده هو دلوقتي ده افتراض ما هو صحيح، لان انا عندي العمود بتاعي معلهوش بندنج مومنت بس ومعلهوش او تويستنج مومنت بس، لا ده هو عليه الاثنين مع بعض، لان الحاله بتاعتي اللي هي بتاعه الديزاين بتاعتي المفروض تبقى هي الحاله اللي هي قدامي دلوقتي هو ايه ديزاين بيزد اون تويستنج اند بندنج مومنت، على اساس ان الاحمال هي
التورك ال 127.5 والبندنج مومنت اللي هو الام اكس والام واي، دول اللي انا برضو ممكن اجمعهم تحت الجذر وهيديني قيمه واحده اللي هي الريزلتنت ايه فاليو بتاعتي. فهذه الحاله فالديزاين بتاعي هيبقى بيزد على نظريه من نظريات الالاستيك فيلر اللي احنا عارفينها، واحنا عاده بنستخدم نظريه الماكسيمم شير او الماكسيمم برنسبل ستريس ثيوري، ودي هنشوفهم في تصميم الشافت.